من أسئلتي يسأل عن دعاء الاستفتاح، ما حكمه وهل له صيغ معينة؟ دعاء الاستفتاح له صيغ، نعم، منها سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيره، ومنها اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان غالبا يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل إذا قام لصلاة الليل. وهناك أنواع من الاستفتاحات واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فبأيها استفتح صح ذلك. وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مستقلة بأنواع الاستفتاح الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي مطبوعة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.